كلمتي الأخيرة. يقول الشافعي: إذا المرء أفشى سره بلسانه ولام عليه غيره فهو أحمق. إذا ضاق صدر المرء عن سر نفسه فصدر الذي يستودع السر أضيق. يعني باختصار، إذا أنت نفسك لم تستطع أن تكتم سرك فكيف تستغرب على الآخرين؟ تذكروا أننا عندما نفضفض لعزيز ننسى أن لكل عزيز عزيز. وتذكروا أن هناك أمورا في هذه الحياة لا يشملها قانون الفضفضة لأي كان، مهما كان قريبا أو كتوماً.